صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده. توحشتكم بزاف 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 اكثر ما تتخيلوا. المهم انا اليوم قررت باش ندير لكم فلوغ. بالنسبه للناس اللي كيسولوا امي ما غبرتي، قررت اختي باش نصور لكم فيديو، لحقاش بزاف ديال لي كومونتير كيدخلوا عندي ناس في تيك توك كيقول لي امي ما توحشناك في يوتيوب. انا ان شاء الله رجعت لكم وغادي نصور لكم فيديوهات في يوتيوب. يا رب قولوا يا رب يا بنستمر. المشكله ما كاين استمراريه. مهم انا اليوم جاي عند بنت خالتي، يلا كي جات من المغرب مطلع معها اغراض من المغرب، تفكرونا جابونا الباروك. المهم طالع عندي، قلت لها اجي الصراحه القوت الاكبر، قلت لها اجي تغدي معايا اليوم ونطيبوا كسيكسو. فاول حاجه كندير انا الصراحه ما كنتش باغا نصور فيديو، قلت لها نجي نصور فيديو، حيت البارح في اللايف كلشي كيقول لي اميمه صورنا فيديوهات صورنا فيديوهات، فانا اليوم غادي نصور لكم فيديوهات. اول حاجه كندير ملي كنفيق، حيت متبع هاد لاكام ديال الدكتور رشيد، هانتوما شوفوا وجهي حتى مع ليكليراج ديال الرينغ لايت حتى هو كيرجع كيعكس لي على وجهي. فانا غادي نفيق، كي كنفيق كندير هكا هكا، غير غادي نديرها بالخف نايض لو دو فيو، ما غاديش نحيدو حيت ما عنديش الوقت اصلا. غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوب كسيكسو مغربي. دابا نبارطاجي معكم، ملي خديت واحد لاكام ديال الروايح والكريمات بثمن جد جد بسيط هنايا في الامارات، غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله داكشي. نمشي نعاود نمشي نتقدا حقاش داكشي رخيص بطاطا. المهم البنات ها انتم كيف ما كتشوفوا حجباني، كنخلي وجهي هكا متلختخ لحقاش حتى لي كليغاج ديال الرينغ لايت هو كيزرق الوجه، باش ديروها في بالكم صحابه اللايف. المهم دابا غادي نجمع البيت ديالي وغادي نمشيو للكوزينه نطيبو. انا ديجا معيطه لواحد السيده، المهم هذوك شركه ديال التنظيف كيجيو يخملوا لك الدار وداكشي كيخدموا بالساعه، فانا معيطه لها باش تخمل لي على الاقل الصالون وداكشي، ولكن بيت نعاس جو بريفير نجمع راسي. فانا غادي نبارطاجي معكم لي زيتاب من الاول حتى الاخر. اجي معايا نجمع بيتي، خليكم معايا وما تزابيجو. عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش جيم. بالنسبه للناس اللي عندي ديجا في القناه ديروا ديزابوني مع ديروا ابوني باش يعاود يجيكم لي نوتيفيكاسيون، لحقاش ما غيبقاش يوصلكم لحقاش شحال هادي ما لحقتش فيديو. فالناس اللي شافوني اني ما بقيتش كنلوح شافوا لي فيديو ما بقاش كتوصلهم اشعارات فيحيدوا لي ابوني ويرجعوها. اوكي يلا دابا نجمعوا البيت ونمشيو نطيبوا اختي الكسيكسو ديالنا. انا بلا ما تجي السيده ونوريكم حتى واحد ديزاين درته في الصالون، حيت يلا سكنت في الدار جديده غنوريكم واحد ديزاين درته في الصالون غير بالخيوطه ديال الضو، عجبني صراحه. ولكن هذاك المنظر ديال الليل فهمتي، ديال ملي كنبغي نبريك نحل لايف بحال هكا، ف كنبغي هذاك الديكور عجبني، شفتو عند واحد الصديقه ديالي ودرتو حتى انا. المهم خليكم معايا ما تزابلوش يلا جمعوني. اصدقائي يلا كيسالي التجميع ديال الغرفه كيف ما كتشوفوا ياكو. دابا غادي نخلي التشوافه تجي السيده اللي كتعاونني، غيبقى لها غير التشوافه، انا غنمشي للكوزينه باش نوجد لحقاش باقا لها حتى الصاله خاصها تجمعها. المهم غادي نبارطاجي معكم منين شريت لي كريم، منين شريت هاد الروايح في المره الجايه فاش نكون غادي نمشي نتقداهم، لحقاش مازال عجبوني ورخاص ويستاهلوا يستاهلوا. هادو كنت شريتهم من واحد المول هادو، ولكن رخاص رخاص بزاف. ونبارطاجي معكم حتى واحد الصينية كنت خديتها غير من داك نايت تو نايت اللي في الشارقة، ديال هي صراحة ديال كيسان ديال كلشي، انا درت ديال البخور باش نبقى نحطها اصلا وسط الطاولة ديال الصالون هكا يجيو عندي صحاباتي واخا ما كيجي عندي حد. غادي نبارطاجي معكم داكشي على قد الحال والزواق ديال المغرب، ونبقى نبارطاجي معكم هكا لي فلوغ حياتي اليومية ملي نمشي هكا شي مور رخيص ديكم ديال العبايات القرية العالمية نتجلوقو شوية ملي جينا وحنا الدار 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 الدار. المهم غنبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله، خليكم معايا. هاي البنات جيت بغيت نحسن البرمة اللي غادي نطيب فيها ونعمر بيجامتي، فعادي جدا كتوقع في احسن العائلات. بالنسبة للحم كان عندي كونجلي درتو مع الزيت حتى طلق ليا تطلق في بعضياتو، عاد غادي نرمي فيه العطرية والبصلة ومطيش. المهم عندي هنايا بصيلة مقطعين فري، عندي مطيشة
الكوكا مهم هذا الشيء نحركوه مزيان اوكي مع هادي معلقه صغار بحال هكا قصت ياكو يديك مطفات لا زار هاتو كيجي مقلب بحال هكا شفتو هذا غير الماء وما عطاش البصله كندير انا شويه معلقه راس معلقه ديال القرفه كيعطي واحد البنه زوينه وكركم صافي الزيت ديجا قليت بيه دابا بقى لي الملحه صافي دايره الماء كيسخن باش هو اللي غادي نروي به حيت ما كنبغيش نروي ما بعد نتقلاو مزيان يتقلى اللحم ونرجعوا لكم انا البارح بالليل لقيت الخضره فهمتوا كنت حله غير درست كنهضر مع الناس كنقص الخضره المهم هادي قريعه حمراء يلا كومونديتها من الماركت ماشي بحال ديال المغرب ولكن يلا نمشي حالنا اول كسكسو ليا غادي نطيبو انا من نهار جيت وغادي ندير هذا اش كيقولوا الحمص عندي حمص ديجا مسلوق ومعلب فغادي ندير الحمص حتى هو ضروري هنايا نقدر ندير التفايه على حساب المورال واش رشقات لي ندير التفايه ولا ما رشقاتش ليا نقدر ندير التفايه نقدر ما نديرهاش ونخليكم معايا صافي مهم من بعد ما يتقلى اللحم غادي ندير الماء وغادي ندير هادشي وطريقه ديال الكسكسو ديالي غنوريكم هذا هو الكسكسو اللي عندي هنايا البنات هاي الصاله منين تجمعات المهم هاد الديكور يلا كي خديتو هاي اللعيبه اللي قلت لكم صوبت راسي دورت على الصاله كامله جات بهاد الطريقه وشي دابا دي لقيتهم هنايا في الدار حيت اسم الدار مفروشه فهمتوا المهم انا زينت بهاد الطريقه وهاد الدبدوب كيف ما شفتوا غزال الفن البوغوس شفتوا جاني كادو وها نتوما شوفوا الديزاين كيدير بحال هكا حابسه هادي على كوبي رايت المهم درت هنا فراقيه ديال الحلوه ديال هادشي المهم درت فيها هذا التمر التمر بطعم البسكويت وهذه النوكا وهذا التمر بالشوكولاط شو هذا التمر بالشوكولاط درت هنايا كاوكاو وداكشي ضربته بالسلوفان على قبل الغبره وداكشي مع كينه تبارك الله العجاجه درت بحال هكا بالنسبه لهذه البلاطو اللي قلت لكم خديت هو هذا البلاطو من نايتوناش شفتو ب 20 درهم حطيت فيه البخور بهذه الطريقه هذا البخور اللي مبخر يلا كي شريته وهذا البخور كان عندي جاني هذا
شفتهم بعدا لقيتهم، ما عرفتش شكون اللي جابوا لي والله ما بقيت عاقله. المهم وهذه خزامه حيت كنبغي الخزامه مره مره. صافي مي بخالتي وقول لي كي جاكم ذوقي. اما شوفوا الجو تبارك الله، شوفوا الجو كي داير. كاينه الغمامه يمكن تصب الشتا، ولكن الجو راه بارد ما كاينش كاع الصاد، لدرجه انا اليوم نطافي المكيف، كاين مخدمه كاع بالمكيف. شوف هاد السطح هذا، هاد السطح هذا مخسر لينا الديكور. صافي هذا بيت نعاس من يتجمع. البنات اللي ما خداوش هاد لامارك ديال هاد المعطر الجو ضيعوا النصف حياتهم، لان هاد الريحه هادي رائعه البنات، كتخلي لكم في الفراش. انا كنديرها عندي، خديت العطور ديال الفراش والحوايج، ولكن هادي ريحه الفاني خطيره يا البنات، والله حتى خطيره. عرفتوا البنات ها هما، هانتوما باش ما كذبت عليكم ها هما عندي، ولكن هاد الريحه هادي خطيره البنات. دابا عرفتوا شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نصوب شعري لحقاش البارح في الليل دوش، مشي دابا نصوب شعري. يقول لي هاد المخور كي جاني وبنمشي للدار الصراحه، ايوا نمشي نصوب شعري، غنصوبو غير في الدار راسي بالبرمكه. طيب السيده مشات بحالها، خلات جمعت لي هادو هنا لحقاش باغا نبدلهم. هذه بيجامتي اللي قبيله فزقت لي، شوفوا منين فزقت باش تعرفوني ما كذبت عليكم اختي. شوفي ترش عليا داك الماء ديال لافابو، عرفتي تفقست، جمعت لي هادو باش نخلصهم من المغسله. ايوا صافي نمشي نصوب شعري ونقابل بريمتي ونسنى اختي بنت خالتي تجي عندي وتجيب لي داكشي ديال المغرب. توحشت رايبي وتوحشت اونيك وتوحشت ميروندينا، جيبهم لي كاينين هنا، وكان خاصني نهود لهم حتى لدبي ابو هيل، فبزاف عليا نخسر عليهم داكشي كثر من قايمتهم، واخا نكون مشتاقة ليهم بزاف. ميمكنش ميمكنش، المهم دابا نمشي نصاوب شعري وندير شوية كيكة الماكياج باش يبان فيا الدومبر كنهضر معاكم. المهم اصدقائي هذا فاينالي لوك، شوفوا كي جاني خفيف ظريف الصراحة، اعجبتني اعجبت راسي ابهرت نفسي. المهم البنات هادشي اللي كاين دابا، الكسكسوره خليت اللحم حتى كيطيب على خاطر خاطرو باش نهزو عذر من الخضره. الخضره هنا بسرعه كطيب، وكذلك بالنسبه للسميد او الكسكسو درت فيه الماء وكندير له غير جوج فورات، عوا ثلاثه الفورات. فهذه طريقه يعني الناس اللي كيكونوا خدامين جايين مزروبين باغيين يطيبوا الكسكسو ديالهم، ديجا مطيبين المرقه باغيين غير فورو، فهاد الطريقه اسهل طريقه والله بالتجريب. انا كنت كنطيب 50 كيلو ديال الكسكسو بهاد الطريقه لحقاش ما يمكنش ليا، يعني ديك الساعه فاش كنت خدامه في مع ديك الشركه ديال اللي كان شاده لي كونتين ديال لي زيكول، فكنا كنطيبوا 50 كيلو ديال الكسكسو كنديرهم في بانيوات كبار كنخوع عليهم الماء، اول شيء الملحه والزيت باش ما يتعجنش لنا الكسكسو، عاد من بعد الماء. انا غادي نوريكم فاش غنبغي يعني نخلطو ونديرو في الكسكاس، غادي نوريكم باللي راه معزول حبه حبه ما كاينش تخرشيش. نص كيلو ديال الكسكسو مع نص ايطر ديال الماء، ايطر ديال الكسكسو ايطر ديال الماء مع كيلو ديال الكسكسو. كنبغيكم دابا نمشي نحل واحد اللايف لما طال داك اللحم على خاطر خويا طرو. يلا خليكم معايا وما تزافيوش. شوفوا الكسكسو قدامكم، خويت فيه الماء شي دقيقه هكا، شوفوا كيفاش قدامكم ها حبه حبه، شوفوا حتى الحجم ديالو تزاد. انا هنا كنطيب في اللحم، هنا كنطيب اللحم وهنا درت الخضره، تضرت لي الغلاقه ديال الطنجره عطيتها المقلة. اختي الواحد ملي بارطاجي معكم كلشي ولا بلاش، بلاش نبارطاج هذا. شوفوا البنات هذه كواره ياك، انا المركبه شي وبحال دايره لي تفو، بحال دايره لي تفويره. شو قدامكم خوت فيه الماء ما كيجي لا معجن لا والو، اللي شافوا على داك الماء يقول هنا نبات. كاين هانتو نشوف هذا، غادي نعطيه تفويره وحده صلاة على النبي. شو مازال غادي نزيد له الماء، والله لا قفلتي لا فورتي، كاينه ولا ما كايناش البنات؟
يعني نخلي داك الدجاج هذاك اللحم لتحت. ايوا زيتش زيتش اخويا زيتش. اه بس عارفه عقلي باقي صغير كنلعب مع الدراري الصغار. اه كبيده انت كبيره واو في الطول ديالك واو. العب معك عطيني عافاك. هذيك راك هذيك مونيكتي عطيها ليا عطيها ليا ديالي انا ماشي ديالك ديالي انا. هذيك مونيكا ديالي حط لي مونيكا ديالي ديالك انتي. لا اختي راه ديالي انا ديالي انا. لا 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 ديالي انا حط لي ديالي. يلا عطيني بوسه اجي عطيني بوسه. يلا عطيني بوسه وخذي عطيني بوسه بوس اجي عطيني بوسه زيدي. يلا عطيني بوسه. يلا اجي نتصوروا اجي نتصوروا اجي نتصوروا عطيني بوسه. ما تعطينيش بوسه ما عطيكش نمونيكتي. صباح النور البنات فراسكم. البارح انا نعست حيت عييت وديجا كانت وصلت العشرة غير خرجوا من عندي خرجت من عندي بنت خالتي نعست. يلا كيف اخت غير دابا. المهم جابت لي الحلوى. المهم الناس اللي كيعرفوا الصواب جابت لي هاد المملحات ديال المهم انا اللي كنت دوز معاها قلت لها جيبوهم ليا. جابت لي الخزامه الحرمان حيت عارفة عزيز عليا البخور. هنا شنو ملح الحية باش ندير أوراق السدر باش نبغى نديرهم في الرقية. جبت لي كركاع شتو كركاع بقشورو. جبت لي ختي هاك راه فك سميتو فك القمل هاك ختي جوج مشطاج في الموف. وهادي جبت لي خرقة وأنا نوريكم شنو جبت لي تاني بلاتي نوريكم. دقيقة جبت لي اختي هاد الرزيزة جبت لي مسمن انا بغيت حطاهم دابا في الفريكو لحقاش البارح عييت راك شفتو معقينا كان كنتحتو داك الوحش ما شو خاشيهم في الفريكو ما هدرتش معاكم يعني حتى التصوير ما صورتش لكم بزاف. صافي غير جاو صورت القصرية وصافي بقينا باركين حتى فاش عمرنا اتي ما بقيتش باك يعني ما بقيناش ما بقيتش كنصور بقينا باركين كنهضروا وبقيت كنلعب انا مع وليداتها. المهم تسناو دقيقه الحل هادي باش تكتشفوا اش معايا هنا البنات. هذا اختي كدي دو الكرداس ديال ماما مصوبو بابا صيفطاتو لي ماما مسكينه. جابت لي طاجين وبرمه صغيره ديال الحديد ديال المغرب لحقاش ديك البرمه اللي وريتكم البارح راه كتلصق. جات لي الزيتون الهيسه ديال المغرب مخللات كنقول لهم كلني شو داكشي. جات لي مصير زيتون كحل زيتون مشرمل كاسر حمر اللي ما بقى عرض صافي وبريمه وطاجين ديال الحديد صغار. صافي هادشي اللي كاين حتى جا عندي الطاجين ديال الطين. فصافي اصدقائي انا ندخل ندوز ونصور لكم كمال الفيديو. هانتوما البنات وجد طويجيني يلا غادي نشعل عليه طاجين اللي صيفطات لي اختي ماما. والله ما بغات تحيد لي هادي عييت من غسل الفيها
مبغاتش شنو نديرو ليها؟ وانا رجعت ليكم عرفتوا البنات عيانه بزاف بزاف بزاف، ولكن غادي نوض فراسكم قلت لكم غادي ندوش من فقط. بنت لي ديك الروينه في الكوزينه باقا هكاك وانا نوض بركت على تماره والله باقا ما دوش. الان نتوما ديجا دايره الزيت لشعري، داك الزيت اللي قلت لكم عليه في بدايه الفيديو، فعاود درتو. هذه هي خامس مره غادي نديرو. صراحه بنت لي النتيجه عطى الفوليوم. ايوا اختي هادشي اللي كان، دوزت نهاري طبيعي كيف العاده وجا تماره. داك الطويلين اختي اللي صاوبتو للغدا هو اللي باش نتعشى. انا دابا نضرب واحد التويشه ندير دي ماسك، نقدر نصور لكم فيديو بوحدو هذا من غير هذا، يعني هذا غادي يكون هذا هو النهايه ديال البارتي ديال النهايه. نوريكم روتيني كيفاش شنو كندير لشعري وجهي هكذا. وغدا ان شاء الله باذن الله الا هو سوق سالم في عجمان غادي نصور لكم فيديو سوق سالم ولا سوق الصيني، حيت باغا نمشي نشري عبايات، وباغا كذلك نشري واحد العطور ريحه ديال الملابس تما باغا نشريهم. شفتهم ديك الخطره ولكن ما كنتش هذا معايا فلوس كافيين باش ناخذهم، خديت غير هذاك الشيء اللي شفتو. صافي هادشي اللي كاين. فيمكن غدا ننزل يمكن لا، ونعاود ننزل القريه العالميه، ولكن هاد الخطره غادي نصور لكم فيديو باش تشوفوا الاجواء كي دايره تما. فان شاء الله اللي جاي احلى. غننزل خاصني غير الاستمراريه، وخاصني شويه ديال الانرجي والطاقه، حقاش كنبغي نصور كنعكز على المونتاج. دابا مثلا بحال هاد الفيديو ما عرفتوش امتى غادي تحط لكم على حسب المورال. صافي ديال النهار ديالي بخير. نسيت ما قلتش لكم بلي بنت خالتي جابت لي شي حضومه ديال الزعفران اختي، ما كاين غير الدجاج المشرمل. دابا اسكتوا سالي لي الدواء، حسيت راسي بديت كنزيد في البوا. خلوها على الله، مع هاد الايام تعطيها غير الشهيوات. ملي كتكوني مرتاحه نفسيه كتبان فيك، ملي كتكوني يعني معك شي حد كيديرونجيك، شي حد كيرتابكك، شي حد باغي يخلقك المشاكل، فاكيد كتكوني شويه ديموراليزي، ما عندكش الخاطر. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. نكون فدتكم بشي حاجه ولو غير بسيطه. الا بغيتوا بحال هاد النوعيه من الفيديوهات نبقى نحطهم لكم، انا ما عنديش غرام المشكل، خاصكم غير نتوما تكونوا معايا في التفاعل، تفاعلوا معنا باش نرجع تفاعل كيف ما كان في الاول، وحسن علاش لا. وصافي بعد شي 3 ايام او هكاك غادي نهود لابو ظبي الا كتب الله الا سخر الله. ف دعواتكم بالتيسير، والله يخليكم ليا الكبد ديالي، الله يسهل على كل وحده باغا شي حاجه، الله يعطيكم ما كتمنوا في خاطركم. وحاجه وحده غادي نقولها لكم، ديروا امركم في الله، راه كدوز صعبه في صعبه في صعبه، وكطيح وكتنوض كطيح وكتنوض كطيح وكتنوض، ربي كييسر لك كيجيب لك ناس ما كتعرفهمش كيف فتحوها في وجهك. فالله يسهل على كل وحده، والله يسهل على كل واحد كيسمع هاد الهضره هادي، واللي باغي شي حاجه الله يوصلوا ليها يا ربي، واللي كيتمنى الخير لخوه الله يعطيه بالمثل، واللي كيتمنى الشر لخوه الله يعطيه بالمثل. هادشي اللي نقدر نقول لكم في هاد الفيديو. بيس تهلاو.